السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل عرض أمريكي جديد للحوثيين يتضمن أموالا ضائلة وتسليم الحكومة، وإلى التفاصيل. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء عرضا جديدا لصنعاء، يتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف من توسيع القوات اليمنية عملياتها خارج الممرات المحيطة باليمن. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بدعمها استئناف المفاوضات مع من وصفتهم بالحوثيين، والتي كانت حاربتها وعرقلتها مؤخرا بذريعة وقف العمليات في البحر الأحمر. وأشارت المصادر إلى أن العرض الجديد يتضمن منح الحوثيين أموالا ضائلة، في إشارة إلى تقاسم عائدات النفط، إضافة إلى منحهم حقائب عدة في حكومة وحدة وطنية دائمة، في إشارة إلى تسليمهم الحكومة الجديدة. وأفادت الصحيفة بأن المبعوث الأممي الذي زار قبل أيام عدن أبلغ المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك بضرورة السير بالاتفاق الجديد. والعرض الأمريكي الأخير والعرض الأمريكي الجديد جزء من سلسلة عروض سبق لواشنطن طرحها على الطاولة مقابل وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر، لكن خلو العرض الجديد من الإشارة لعمليات البحر الأحمر يشير إلى أن المخاوف الأمريكية باتت تتجاوز الآن مرحلة البحر الأحمر، مع تلويح اليمن بعمليات خارج نطاقها المائي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.